اهلا بيكم يا حلوين. في الجزء اللي فات عرفنا ان تشوي رجع لبيته القديم تاني، وبكده هيكون في وش سيوكريو على طول. قبل ما نبدأ في الجزء ده بقى، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا جرس الاشعارات علشان يوصل لكم كل جديد. في عام 2007 بنشوف تشوي وهو بيستعد لمسابقة السباحة، وبيكون وحيد علشان ابوهم ومشغولين جدا، بس بيتفاجئ بسيوكريو اللي بتكون موجودة وبتشجعه كمان. بتبدأ المسابقة وتشوي بيحاول فيها بكل طاقته، وفي نفس الوقت سيوكريو بتشجعه. بنرجع بقى للوقت الحالي، تشوي بيصحى من النوم على صوت سيوكريو اللي بيكون عالي جدا. بيفتح الشباك وبيعرفها ان في ناس نايمة وان الوقت متأخر اصلا على الازعاج ده كله. بيتخانقوا مع بعض طبعا، وقبل ما يقفل الشباك بيحرق عليها الفيلم اللي هي بتتفرج عليه، وبيدخل وهي بتتضايق جدا. بيرجع ينام تاني، وبنعرف ان هو احتل المركز الاول في المسابقة وبيفرحوا هما الاتنين. تشوي بيمارس الرياضة على الصبح كده وبيكون نشيط جدا. بيفطر مع امه وابوه، وبنعرف ان امه فاشلة جدا في الاكل او في اي حاجة تخص المطبخ اصلا. بيسألها هترجع تسافر تاني امتى وهي بتضايق منه. تشوي لما بيدخل مكتبه بيتخض جامد، وبعد كده بيعرف من يون ان في مشروع كده مهم قوي ليهم، لو عملوه هيتشهروا اكتر. بس هو بيقرر يدخل في مشروع تجديد حمام السباحة اللي في مدرسته القديمة. سيوكريو بتنزل وبتلاقي مامتها محضرالها الاكل كمان. بتبدأ تنفس جدولها وبتلعب شوية، وبعد كده بتتأمل الطبيعة، واخر ما بتزهق بتتفرج على اي حاجة كده وبتروح في النوم. بتحاول تقنع نفسها انها مش غلطانة في حاجة. بتتصل على تشوي وبتكون عاوزاه يروح معاها للمكتبة، بس هو بيتجاهلها تماما وبيقفل السكة على طول. بتقابل جيونغ وبيتكلموا شوية على الكتب والروايات. تشوي بيجي وبيقرأ كتاب رومانسي كده، وهما بيفضلوا يتريقوا على الذوق الغريب ده. بيمشوا ويسيبوها علشان كل واحد فيهم بيكون وراه شغله ومش عاطل زيها. سيوكريو بتقابل المعلمة بتاعتها وبتسلم عليها، بتوصل الأكل معاها وبتشوف تشوي اللي بيكون موجود علشان يعين المكان قبل ما يبدأ في تجديده. بيتكلموا سوا هما التلاتة، وبتسألهم لو كانوا فاضيين بعد العصر كده، بس تشوي بيكون مشغول جدا وسيوكريو هي اللي بتتدبس معاها. بيكون عليها بقى ان هي تكلم الطلاب شوية علشان تشجعهم وكده، بحيث انها قدوة ليهم. تشوي بيكون في حمام السباحة وبيلمس المية كمان. بيقابل سيوكريو اللي بتكون مش طايقة نفسها خالص، بيمسكها من قفاها وهي بتعرفه ان دي مش طريقة يعامل بيها بنت جميلة زيها، بس هو بيقول لها فين البنت دي اصلا. بياخدها عند الشجرة دي وبيفضلوا يحفروا كتير قوي. بنعرف ان هما زمان كتبوا عن احلامهم وحطوها في صندوق صغنون كده ودفنوها هنا. مش اول مرة لينا نشوف الابطال وهما بيدفنوا ذكرياتهم علشان بعد سنين يفتحوها تاني. مين بقى الشطور اللي هيقول لنا المشهد ده اتكرر في انهي دراما قبل كده؟ نرجع بقى لمسلسلنا القمر. بنشوفهم وهم عمالين يحفروا كتير قوي لحد ما سيوكريو بتزهق منه وبتمشي وهو بيروح وراها. بتروح بيتها اخيرا وبتلاقي مامتها قاعده بتشتغل وبتكون تعبانه جدا. تشوي بيشوف صور لحمام السباحه، ويوم بيفكروا بالاجتماع بتاع بكره اللي هيغير حياتهم 180 درجه. دانهو بيكتب مقال عن تشوي وانجازاته. جيونغ بتنقل طفل صغنون عنده صرع، بس الطريق بيكون زحمه جدا. بتتفاجئ بشخص كده بيفضلهم الطريق وبتعجب بيه قوي، وطبعا بيكون دانهو اللي عمل كل ده. وهم في الاجتماع تشوي بيعرف ان المدير عاوزه يعمل تصاميم مشهوره فنانين تانيين، وبيكون مش واثق فيه ولا في شغله حتى، ولو هو سمع كلامه بكده هيكون محتال بيقلد تصاميم ناس تانيين وبيرفض الشغل معاهم. يوم بيتخانق معاه علشان مستقبلهم معتمد على المشروع ده، وتشوي بيزعل منه لما بيفكروا بالحادثة اللي حصلت له زمان. سيوكريو بتقابل واحدة كده علشان تشتغل معاها، بتكلمها عن شغلها وبتكون متوترة قوي، وهي بتحكي لها عن حياتها واللي مرت بيه ساعتها. تشوي بيشوفها بالصدفة، بينادي عليها وبيستغرب من اللبس اللي هي لابساه لانه مش متعود عليها كده. بيروح معاها وهي بتشرب مية وبتدلقها عليه. بتروح تلعب شوية وبتعرفه انها كانت في مقابلة شغل. هو بقى بيقولها تعمل اللي نفسها فيه وتحقق حلمها. الكلام بينهم في الاول بيكون هادي جدا، بس فجأة بيتقلب لجد وبيتخانقوا مع بعض. بتعرفوا ان الاحلام دي للناس اللي زيه ما عندهمش فكره عن الفشل والتعب، وهو بيزعل جدا وبيفكرها بالحادثه اللي حصلت له وبيكون مفكرها نسيت الموضوع. بيفتكر اللي حصل معاه زمان. بنشوفه وهو خارج من البيت وبيلاقي سيوكريو في وشه، بتديله فوطه كاتبه عليها اسمه وبتشجعها فيها كمان، وبتكون مستنياه يرجع بالميداليه ويكسب. بيكون واقف وفرحان، وفجاه بتيجي عربيه وبتخبطه. في المستشفى بقى بيعرف ان هو هيقدر يمشي تاني على رجله، بس مش هينفع يكمل في السباحه. سيوكريو بتزعل من نفسها وبتكون عاوزه تكلمه، وقبل ما تحدف حاجه على الشباك بترجع في رايها. تشوي بيتصالح هو ويون، ولا كأن في حاجة حصلت أصلا بينهم. سيوكريو بتفتكر كلامها مع الطلاب وبتزعل جدا. جيونغ بتكون بايتة عند صاحبتها وبتعرف من مامتها إن في جار جديد نقل عندهم هنا، وبيكون الجار ده هو دان بي اللي بيجهز حاجته كمان. المعلمة بتتفاجئ بسيوكريو وهي بتحفر في المدرسة بالليل وبيكون شكلها مخيف، بس بتعرف منها كل حاجة بخصوص شغلها، وبتعرفها إنها زمان هي وتشوي وجيونغ سابوا هنا صندوق صغنون كده فيه حاجات بتعبر عنهم، وهي كانت بتدور عليه مش أكتر. بتروح لحمام السباحة وبتلاقي تشوي فيه ومعاه الصندوق كمان. بيفضل يقرأ الكلام اللي هي كانت كاتباه وبيجري منها.
وهي بتفضل تجري وراه، وبنعرف قد ايه هي كانت بتكره الدراسة ومستنية تتخرج بفارغ الصبر. قبل ما تمسكه بينط في المية علشان يهرب منها لانها مش بتعرف تعوم اصلا. بيفضل يغيظها شوية وبيعرفها ان دي اول مرة ليه في حمام السباحة بعد الحادثة اللي حصلت له. بيفكرها بعمايلها معاه ساعتها لما كان منعزل عن البشر كلهم، وهي كانت بتنط له كل شوية لحد ما اخد منها المفتاح وقفل الباب عليه. بس بعد كده بيتفاجئ بيها وهي طالعه من الشباك وبيلحقها قبل ما تقع. بتدخل اوضته وبيتخانقوا مع بعض وبتشتمه بالفاظ مش كويسه خالص. بتعرفه ان هو لو قفل الباب تاني ومنعها من الدخول هتتهور وتعمل حاجه مش كويسه، وبتكون ماسكه الفاس في ايديها وبتخرج وتسيبه. سيو كريو بترجع لورا وفجاه بتنط في البسين وهو بيتفاجئ بحركتها المجنونه دي. بتحاول تعوم بس بتغرق طبعا، وهو بيرمي الصندوق من ايده وبيمسكها. بتهدى شوية بس بعد كده بتخاف وبتشده من شعره جامد. اخيرا بيهديها وبيخليها تعوم على سطح المية كده، وبتحس باحساس جميل قوي. بتعرفه ان لو الزمن رجع بيها تاني ما كانتش سافرت واشتغلت هناك اصلا، بتكون هتقع بس بيلحقها وبيقرب منها. بنرجع للماضي شوية وبنعرف ان كل واحد فيهم كتب اللي نفسه فيه، وتشوي ساعتها كتب لنفسه المستقبلية عن المشاعر اللي جواه من ناحية سيوكريو، وكان مش عارف هيعترف لها امتى وازاي. وبكده يا حلوين دي بتكون نهاية الجزء التالت. يا ترى تشوي بدأ يحب سيوكريو من امتى وهيعترف لها ازاي؟ كل ده هنعرفه في الاجزاء الجاية، تابعونا للاخر. ولو كنت جديد وبتتفرج علينا لأول مرة فما تنساش الكومنت الجميل بتاعك.